قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما المقصود من هذا الخطاب؟ المقصود منه أن يعلنها عليه الصلاة والسلام في ملأ المشركين أن قوله وأن فعله وأن حياته ومماته كلها مخالفة لهديه. يستفاد من هذا أن الموحد يجب عليه أن يظهر أن مخالفيه ممن وقع في الشرك أنهم على ضلال. ولذا قال تعالى كما سبق معنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فجملة وما أنا من المشركين تدل على عموم التبرؤ من المشركين في أقوالهم وأفعالهم ومؤاكلتهم ومجالستهم والمكث معهم. فالأمر هنا يقتضي التبرؤ مما عليه الكفار، ولذا أكده بمؤكد وهي إن، فإن من أدوات التوكيد عند البلاغيين.